السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم 22/11/2021 في مصر: تراجع سعر الدينار الكويتي إلى 49.24 جنيه للشراء مقابل 52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين بسعر الشراء وارتفاع قرشين بسعر البيع. سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي 4.26 شراء، 4.29 للبيع. سعر الدينار البحريني 40.41 للشراء، 41.75 للبيع. سعر الريال القطري 4 جنيه للشراء، 4.30 للبيع. أما الدينار الأردني سجل اليوم 21.75 شراء، 22.23 للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، ومن فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد.